بتتعمل أكبر مزرعة إنتاج تمور في العالم. إحنا بنعمل كتير. بنعمل كتير لمين؟ لينا، لشغلنا، لحياتنا، لمستقبلنا. بنعمل الحاجة زي ما أنتوا شفتم بشكل متكامل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الجمعة بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكا، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب فضلا عن مزارع الأغنام، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس التقى عددا من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقي الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة. وتبلغ مساحة مزرعة توشكا حوالي 60,000 فدان، حيث تعد أكبر مزرعة على مستوى الجمهورية، وتعتمد في الري على ترعة توشكا من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7,000 متر مكعب من المياه في الساعة. وبالنسبة لمشروع مزرعة التمور بتوشكا، فقد تم تخصيص مساحة 40,000 فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بإجمالي 2.5 مليون نخلة، وذلك بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصدير التمور. كما تم تخصيص مساحة 20,000 فدان من مزرعة توشكا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح، بالإضافة إلى 200 فدان خصصت لمزرعة العنب، وذلك من إجمالي مساحة 300,000 فدان قامت بزراعتهم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك فضلا عن تعظيم القيمة الاستثمارية لمزرعة توشكا عن طريق تربية وإنتاج آلاف الرؤوس من الثروة الحيوانية من الأغنام. السيد الرئيس أشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة توشكا، مؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة وفقا للجدول الزمني المقرر، ومنوها إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري. دايما بقول احلموا واجروا على حلمكم. احلم يا انسان يا مصري واجري على حلمك. احنا لما حلمنا بان احنا نعمل 2.5 مليون نخله هنا كان حلم كبير، انك تعمل حجم زي كده في وقت قليل، انما في الاخر ماشيين بشكل كويس. واتصور اللي انا شفته النهارده، احنا بنتكلم على الاقل في ال 500-600,000 نخله حتى الان، يعني بداية الطريق ويمكن على آخر حسب الترتيب أو الكلام اللي اتقال لي طبقا للجدول الزمني إن إحنا على آخر 20 نكون خلصنا. وعايز أقول للناس المصريين اللي بيشوفوني على الأقل اللي موجودين من الوجه القبلي، هنا في فرصة مش بس على قد المزرعة اللي موجودة هنا، لا أنا شايف في مزارع تانية لشركات أخرى بتشتغل، وإحنا ناويين إن شاء الله إن كل البنية الأساسية المطلوبة لاستكمال الزراعة هنا في المنطقة إن شاء الله، طالما إن الأرض هندفع بس الجان تبص على بقية الأرض اللي موجودة نطمن إن الأرض دي أرض صالحة للزراعة بشكل كويس قوي، نكمل البنية الأساسية ونبتدي نشتغل مرة تانية. وبالمناسبة إحنا بنيجي نعمل مشروع بنعمل مشروع متكامل، كل القيمة المضافة المطلوبة للمشروع دوت بنعملها.
والله انا لو مكانكم ابقى اسعد واحد في الدنيا، ابقى اسعد واحد في الدنيا، لان انتوا بتبنوا لبلدكم، مش ليك انت. يمكن لما تكون بتبني ليك تقول ما انا يعني، لكن انت بتعمل حاجه احلى من كده. يعني الواحد لما يعمل لنفسه شيء ويعمل للاخرين شيء تاني.